كورة، كلام عقلاني جدا وأبسط حقنا زي ما اتكلمنا. كشو كل يعني كل الاستاذ ابراهيم قال كل اللي احنا عايزين نقوله، انه ما ينفعش انت تحرم الاهلي من حقه. الاهلي خد بالك المشهد اللي احنا فيه ده كاشف لكل التناقضات اللي بيقع فيها كاره الاهلي، انه الاهلي اتهم بانه تم تاجيل مباراه الكاس مع بيراميدز لدواعي امنيه، هو اللي بيتحرم من الجمهور لدواعي امنيه. بيراميدز عمل الازمه دي كلها بمبدا تكافؤ الفرص، وهو بيلعب مع الزمالك وما عندوش مشكله. الزمالك يلعب لسه، هيلعب ماتش الدور الاولاني مع الاسماعيلي في لسه الاسبوع ده يوم الخميس. والاهلي ما بيتكلمش، والاهلي ما بيتكلمش. ما دي الفكره بقى، الاعلام الاهلي مهذب زياده عن اللازم. احنا في شكلنا والله كيشو مش هو شكلنا ده، شكلنا كده لازم يعني. لازم يبقى احنا بس على الاقل ما نسكتش عن حقنا. جميل. لا ما لازم نبروز. احنا طبعا مش هنبقى زيهم، بس نبروز حقنا. لا انا هعترض بس على النقطه ديت، ومش عارف فارس رايك يبقى ايه. احنا عمرنا